متأكد إن هو ده المكان؟ آه يا باشا هو ده المكان، ده المكان اللي أنا شفته وحددته على الجهاز. أنا مش معقول هنفتش الناس دي كلها يعني، ولا إيه؟ معقول ما بيردش عليك يا ابو ست خين يا عسل انت؟ انت مين؟ انا يا ستي انا عملك الاسود في حياتك يا روحي. يلا نحلي بقنا بقى بشويه سكر كده يا سكر بالمناسبه السعيده دي. يلا افتحي ايدك افتحي ايدك يا اختي يا اختي يا اختي. كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كلمت عصام؟ والله كلمته بدل المرة 10 لكن ما ردش. انت عارفة ان اليومين دول يومين امتحانات فتلاقيه يعني مضغوط في الدروس. ما هو كل يوم بيخلص الدروس ويرجع البيت، اشمعنى امبارح بس اللي بات بره؟ لا إله إلا الله. استغفر الله العظيم. أنت محسساني إنه لما بيرجع من شغله بيجي لازق جنبك، مع إنه بيفضل في الأوضة بتاعته قدام الكمبيوتر بالساعات وما بنشوفوش غير ساعة الأكل وإحنا اللي بنندهله. أنت سألت عليه صابرين؟ لا طبعاً ما كلمتهاش. ما هو مش معقول هيروح لها وهي لسه عروسة. ما خلاص تسكتي بقى وما تصدقيش دماغي، أنا تعبان، ثم ابنك مش صغير. لا إله إلا الله، استغفر الله العظيم الذي لا إله. جيب العوائب سليمة يا رب. ده وقت تقفل فيه التليفون يا رؤوف. خلاص يا صابرين، كل اللي فاتنا هنعوضه. صح، دلوقتي تيجي تليفونك يرن تيجي تقولي خلينا صابرين يا صابرين. لا 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 لا، تليفون ايه اللي هيرن؟ تليفون ايه اللي هيرن؟ تليفون مقفول مرمي ورا جثه هامده فيما يجب ان يكون. زرع مش متفائله يعني، حاسه في حاجه. لا 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 لا، انت لازم تتفقلي كده وتستبشري كده، وعايز اسمع كده الزغروطه الحلوه بتاعت الدخله اللي احنا مستنيينها. ايوه 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 ايوه، اهو 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 اهو، ايوه. انا عايزك كده تتاكدي ان جت اللحظه الحاسمه، اللحظه التي سوف تكتب في التاريخ باحرف من نور في التاريخ. يا يلا روح افتح. الحمد لله شفتك بالفانيلا. سوسو فانيلاتي بس. ايه ايه استاذ هلال؟ انا كلمتك لقيت تليفونك مقفول،
فكلمت فؤاد بيه هو اللي قال لي على عنوانك. هو انا معطلك عن حاجه؟ لا ابدا. لا ما انت قصك لسه عريس جديد بقى واكيد يعني ها. قول لي عامل ايه مع الجواز؟ ما بقاش في وقت للجواز اساسا يا استاذ هلال. امال العروسه فين امال؟ ها لو في مشاكل قول لي. مفيش مشاكل يا استاذ هلال. طيب انا كنت عايزك في حاجه. اهو اهو كده بقى يبقى في مشاكل. لا في قضايا جديده. وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بإقالة وزير التربية والتعليم وتشكيل لجنة يرأسها سعادته لإعادة هيكلة الوزارة. من ناحية أخرى جاري التحقيقات مع المدعو كمال أسعد رئيس جهاز تطوير المناهج. وبعدين يا أستاذ هلال أنت كل شوية هتوقع لي وزير ورا التاني. أنا خلاص ما بقاش فاضل لي غير ثلاث وزراء. أنا خايف المرة الجاية تكون إقالتي على إيدك. نادى العلوان نون عين. إيه في حاجة؟ لا ده مش عندي. وقعت قلبي. أنا بفكر المرة الجاية لما أجي أرشح وزير حبعت لك وأسألك مين من الشعب ما عليهوش حاجة. وحشتني اليومين دول للدرجة دي؟ وأكتر كمان. وعاملة إيه في العلاج؟ بدأت أحس بتحسن ودكتور عماد بيطمني. طب الحمد لله. أيوة كده. أنت بنت جدعة وقوية. وحشتني قوي. وحشتني لميتكم حواليا. ده رزق أخويا زي العسل. كل الستات بيتمنوا. أنت عارفة هو بس متردد شوية في موضوع الجواز. بس اطمني يا حبيبتي انا وراه. هو اتاخر ليه؟ يا روحي يا حبيبتي مستعجلة عايزه تشوفيه زمانه جاي. روح اهو وصل العريس وصل. اهلا 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 يا دراز. اهلا. هي حصل ايه؟ انت كويسه؟ انا كويسه طبعا بس خد نفسك الاول. يعني انت مكلماني في الشغل وقايله لي انك تعبانه شويه وخلتيني اسيب الشغل واجع على ملا وشي عشان تقولي لي خد نفسك. خدك عفريت يا بعيده. في ايه يا عفاف؟ ما انت كويسه وزي الفل اهو. ايوه ايوه بس انا المره دي بقى جبت لك عروسه بس منقيها على الفرازه. تاني يا عفاف انت ايه؟ ما بتزهقيش ما بتتعبيش؟ احنا مش اتفقنا ان احنا نقفل الموضوع ده خالص؟ طب وطي صوتك احسن بعدين تعرف انك انت عصبي تفركش الجوازه. ما صحش برضه انها تسمع. ايه ودي تطلع مين ان شاء الله؟ دي زميلتي في الوزاره موجهه التربيه فنيه يعني هي رسامه وانت بتاع كاريكاتشر. حياتكم بقى هتبقى فنون جميله. دي يلا تعالى بقى تعالى عشان تشوف. يلا يلا بلاش عصلجه. تعالى تعالى بقى. انت تهبلتي يا عفيف. حبيبتي اقدم لك كوثر ام ممدوح. ايه ازيك ام ممدوح؟ ثانيه واحده البس النضاره عشان اشوفك كويس. لا هي ما بتشوفش. لا هو نظرها ضعيف حبتين. ازيك يا استاذ دراز؟ ايه دراز دي يا عفاف؟ لا بتدلعك اصل انت عارف كوثر نخشه بتحب الهزار. وممدوح ابنك عامل ايه؟ بتقول ايه؟ بسالك عن ممدوح ابنك اخباره ايه يعني عامل ايه؟ كويس؟ ايه؟ ايه ده يا مالها؟ لا ما اصل سماعها تقيل حبتين. يعني السمع والشوف ربنا يشفي. بسالك عن ممدوح ابنك عامل ايه؟ كويس؟ اخباره ايه؟ بيشتغل في الخليج وانا هنا قاعده لوحدي. طب مش كنت تسافري معاه احسن عشان ما تقعديش لوحدك؟ ها؟ استاذن انا بقى. رايح فين؟ رايح في داهيه. هي بتتنيل تسمع. معلش استاذن انا اصل مصدح حبتين. طيب روح اتسلطح ولا يهمك ولا يهمك. منوره يا ام ممدوح.